قريبا تدخل مبادرة إحلال المركبات المتقادمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي إلى جانب الوقود التقليدي حيز التنفيذ، حيث تبدأ الدولة خطتها بسبع محافظات تتوافر فيها البنية التحتية اللازمة. وتستهدف المبادرة بالأساس سيارات الميكروباص والأجرة التي تنقسم إلى فئتين، الأولى تلك التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما وتعمل بالبنزين أو السولار، والثانية التي لم يمضي على إنتاجها 20 عاما وتعمل بالبنزين. بيأتي متواكبا أو متماشيا ما حب به الله مصر من اكتشافات في مجال الغاز، فبنوفر في الطاقة لأن البترول والبنزين جزء منه مستورد وبيسقل خزينة الدولة بكثير من النفقات. الغاز كمان صديق للبيئة مقارنة بالبنزين كنوع من أنواع المحروقات، فده شيء جيد وإن شاء الله تعالى هيبقى ليه يعني تأثيره على انسيابية مرورية على شبكة الطرق، الحد من الحوادث، الحد من التلوث اللي موجود في البيئة في المدن المكتظة بالسكان تحديدا. وتتراوح تكلفة تحويل السيارة بين 8,000 و12,000 جنيه وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة ومن خلال مراكز شركتين تابعتين لقطاع البترول المصري. مسألة مدروسة، مسألة يعني بتعتمد على آليات اقتصادية، على مفردات اقتصادية، علشان في النهاية هو الاقتصاد لما يتحسن ده هيبقى يعني مين اللي هيجني ثماره في النهاية؟ هو المواطن. فالحقيقة هي خطوة مهمة، بس هي محتاجة تكون في حوافز، يعني علشان انت مش هتقدر تجبر المواطن على انه يغير سيارته من البنزين الى الغاز، انما لازم تدي له حوافز تخليه هو اللي يسعى. وتأتي هذه الخطوة بحسب الحكومة المصرية سعيا إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري وتعظيما للاستفادة من اكتشافات الغاز ودعما للصناعة الوطنية، فضلا عن تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي. خصصت الحكومة المصرية 1,200,000 جنيه مصري لتمويل برنامج تعديل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، كما قامت بالتواصل مع الجهات المعنية لمنح قروض ميسرة للراغبين في استبدال سياراتهم المتهلكة، خطوات تقول الدولة إنها تأتي للارتقاء بمستوى معيشة المواطن فضلا عن الحفاظ على البيئة. أحمد مصطفى، الغد، القاهرة.